تعليقك على هذه المباراة وخروج المدوي، المفاجأة الكبيرة بخروج بايرن ميونخ أمام فياريال بلاعب اسمه ماندي لاعب الجزائري اللي يلعب مع هذا النادي رغم أنه تواجد في دكة البدلاء. تفضل أستاذ عمر، في آخر حوار كان لي معاك قلت لك راهي المقابلة لن تكون سهلة. صحيح. بالتأكيد في مواجهة العودة على فريق البايرن. لماذا قلت لك هكا؟ لأنه فما استحقاق لازم نعطيه للفريق الإسباني، فريق فياريال صحيح ما عندوش تاريخ كبير في المسابقة لكن عنده استحقاق، تمكن من هزم اليوفنتوس بثلاثة في تورينو، تمكن من الانتصار في مباراة الذهاب على البايرن وكان قادر ينتصر عليه بالثلاثة. الفريق هذا بقيادة إمري والحقيقة تقال اللي تمكن من الانتصار في مباراة الذهاب هي المباراة رقم 22 اللي ما نهزمش فيها البايرن في معناه مباريات الإياب، لكن خسر مع فياريال بقيادة إمري. إمري المدرب اللي بصراحة معناه متمرس في المسابقات كسوا معناها رابطة الأبطال وإلا كأس الاتحاد الأفريقي. إمري متواجد في 5 نهائيات، تمكن من ربح 4 نهائيات. المدرب هذا بكل صراحة رفع من جودة الفريق على المستوى خاصة التكتيكي، لأنه المجموعة ليست بالجودة العالية. وقت اللي تكون مجموعة ليست بالجودة العالية، الجانب التكتيكي، الجانب الذهني، الجانب البدني عوامل مهمة ومهمة جدا باش تتمكن من هزم فريق البايرن اللي كانت عنده الأفضلية في الإياب صحيح، لكن النجاعة، لكن الواقعية، لكن الإيمان بقدرات اللاعبين والإمكانيات والإيمان بحظوظهم خلات فريق فياريال اليوم والحقيقة تقال متواجد في نصف نهائي. لو نشاهدوا الهدف اللي تمكن معناها من تسجيله في وقت قاتل عن طريق النيجيري سامويل، كيفاش الفريق معناها من حالة دفاعية تحول إلى حالة الهجومية، ربح معناها كرة ثانية، ربح الدويل متاعه، سرع في الهجمة، 2 تمريرات بينية ثم تمريرة عرضية انتهت بهدف. والحقيقة تقال الفياريال عنده لاعبين محترمين جدا في الخطوط الثلاثة.